السلام عليكم. نبتدي إن شاء الله المحاضرة في السنة التانية اللي هو Design of Steel Connection الويلدد كونكشن. الويلدد كونكشن في البداية بنعرف الويلدنج بروسيس. الويلدنج is the process of joining two or more pieces of material، يعني إن أنا بربط اتنين قطعتين أو أكثر مع بعض to become one part أو to become one unit. ده تعريف الويلدنج. الويلدنج بروسيس، عملية الويلدنج بروسيس بتعتمد اصلا على الـ required heat to fuse welding material، وفي نفس الوقت at the same time heating the parts of the welded to the degree of molten. واخد بال حضرتك، ودرجة الحرارة في عملية اللحام دي بتوصل لحد 1400 درجة ايه مئوية. الويلدنج بروسيس دي عبارة عن مكنة اللحام اهو، فيها كي هنا اسمه كنترول كي، بيزود الحرارة بتاعت اللحام او بيقللها. زي ما قلت لحضرتك، لو انا عم بلحم مثلا اتنين بليتس سمك، الواحد اتنين والتاني مثلا تلاتة سنتي واتنين سنتي، طبعا ده محتاج درجة حرارة عالية، بعكس لما الحم بليت سمكه اربعة ملي مع بليت ستة ملي بيحتاج درجة حرارة اقل. هنا بيطلع من المكنة دي كابلين، كابل اهو، كابل ارضي اللي هو جراوند كابل، وده بيتمسك بكلامب مع احد التو ماتيريال اللي انا بلحمه، وكابل اخر اللي هو الكترود كابل، وده بيروح على الكترود هولدر اللي هو فيه الكترود نفسه اللي هو مادة اللحام اللي انا بلحم به. بمجرد ما الالكترود ده بيلمس منطقة اللحام، الدائرة الكهربائية بتتقفل على طول عن طريق الكابلات ديت وبتشتغل المكنة. الطريقة دي بنسموها الكتريك ارك ويلدنج ميثود. واخد بال حضرتك. تعال بقى نشوف مميزات اللحام وعيوب اللحام. المميزات بتاعته بقول لك small connection زي bolted connection، يعني الوصلة الويلد نفسها بتبقى أصغر من البولتد كونكشن. ده النقطة الأولانية. النقطة رقم اتنين the beauty of the skin، يعني المنظر الجمالي أو المعماري بتاع الويلد أحسن من البولت، لأن البولت انت عارف فيه بتعمل holes وبتحط بولتس وبتحط ايه وبتحط ورد وصمويل، واخد بال حضرتك. فمنظر الكونكشن الاليمنت بتاع الكونكشن البولت بتبقى كتير جدا، بعكس الويلدد كونكشن بتلاحظ ان مفيش فيه اي حاجه خالص غير شريط لحام في الطرف ده وشريط لحام في الطرف ده. والنقطه الثالثه في ضمن المميزات اللي هي اللو كوست، تكلفتها اقل من الايه من البولت كونكشن. العيوب حضرتك، وانت بتلحم ممكن يحصل اندر كات، بيقطع جزء من القاعدة، وممكن يحصل لها كمان بنتريشن لو درجة الحرارة عليه، يبقى بيحصل في بارشالي بنتريشن أو فول بنتريشن. فول بنتريشن يعني تبص درجة الحرارة عليه بتاكل التو أحد التو ماتريال أو التو ماتريال اللي انت عاوز تلحمه، بيسيح الماتريال نفسه. بالإضافة طبعا نتيجة درجة الحرارة العالية برضو قد تبال حضرتك ان بيحصل ايه حدوث ديستورشن في التو ماتيريال. يعني لو انت بتلحم تو بليتس الزاويه بينهم قايمه، لما تخلص الحام تلقى الزاويه القايمه 90 دي بتوصل لايه 85 87، بيحصل ديستورشن نتيجه اختلاف درجه الحراره ونتيجه درجه الحراره. بالاضافه ايضا لو الراجل اللي حام عند حضرتك ما هوش اكسلنت، راجل بدرجه امتياز يعني راجل عنده خبره، فبص تلاقي يحصل ايه، يحصل فراغات جوه خط اللحام نفسه، سوس بسموه سوس داخل خط الايه داخل خط اللحام، او بيحصل برضه حوالين منطقه اللحام في رذاذ موجود على الايه، وبيحصل حاجات اخرى ديفكتس موجوده كتير، ان تبص تلاقي شريط اللحام نفسه معوج، السمك بتاع اللحام مختلف، يعني شريط اللحام مش الاستريت، لا ما تلاقوش لان الراجل ما عندوش خبره قوي، يزود اللحام في حته ايده مش منضبطه يعني، وسمك اللحام تلاقيه متغير كده يعني. طبعا النقطة اللي هي برضو من ضمن العيوب حضرتك، ان الراجل اللي حام نفسه احيانا تلاقي حاطط جنبه ايه جرتل كده او اناء في مية وفي حتة قماشة، ساعة ما يخلص حتة اللحام طبعا بتبقى سخنة نار، يروح بالي القماشة حاططها على الايه على منطقة اللحام، ده غلط لان ده بيعمل ايه ريزيديا والاستريسز في منطقة الايه اللحام نفسه. انواع اللحام، عندنا نوعين من اللحام يا بطل، الفيلت ويلد اللي هو اللحام الزاوي، وده عندنا ايه يعني بدي لك امثلة كذا جوينت، يعني ده لوحة وده لوح تاني، لحمت من الجنب ده ولحمت من الجنب ده اسمها لاب جوينت، وفي تي جوينت اهو ادي بليت وادي بليت تاني عمودين على بعض، بلحم من الجنب ده وبلحم من الجنب ده. شكل اللحام زي ما انت شايف قدام حضرتك على شكل مثلث اهو، او كورنر جوينت اهو
برضو بلحم من الايه من الجنب ده، ما اعرفش الحم من هنا بقى، بلحم من الجنب ده او انجل ومعاها قصه بليت او معاها بليت، بلحم من الجنب ده وبلحم من الجنب ده. لو بصيت كده اشوف بلان، ادي الزاويه اتخنت الزاويه اهي، وادي اللحم من الناحيه ده اهو، شريط اللحم ده واللحم من الناحيه اللي هو شريط اللحم ده بالشكل ده، واخد بال حضرتك؟ زاويه اللحم حضرتك انت شايفها هنا دايما ايه، رايت انجل، زاويه 90. ممكن اول كود والله قال لك الزاويه ممكن تبقى من 60 ل 120، تبقى من 60 ل 120 ده المسموح به، يعني ما بيسمحش اكتر من كده. بيقول لك اهو اند نوت بي جريتر ذان 120 درجه، اخدت بال حضرتك؟ فهنيجي نبص بقى، لو بصيت حضرتك للحام الانجل مع قصه بليت ملحومه من هنا ولين، طبعا ده شكل اللحم شكله مثلث، لو كبرت المثلث ده اهو اهو تلاقي مثلث متساوي الساقين وقائم الزاويه اهو. سمك اللحام هنا اس وسمك اللحام هنا اس، هو ده الحقيقي مش السمك الحقيقي بتاع اللحام، سمك الحقيقي اللي هو الثرز ده بتاع اللحام ده، اللي هو طول الضلع الطالق اللي طالع من راس القائمه لمنتصف الوتر. طبعا ده عشان مثلث متساوي الساقين يبقى الوتر بيساوي ايه، يعني لو قلنا ده اس وده اس يبقى الوتر اس جذر 2، واس جذر 2 اللي هي بتساوي 1.414 اس. طيب لما يكون طول الضلع اللي طالع من راس القائمه لمنتصف الوتر بيساوي نص الوتر، بيساوي نص الوتر، يعني سمك اللحام الحقيقي بيساوي نص الوتر اللي هو 1.4 اس تقسيم على 2 يعني 7 اس. يبقى الفاكتور كده اهو اللي هو طلع 7 على حسب الزاويه بتاعه اللحام. فهو طبعا يبقى اذا يبقى الزاويه 90 دي طبعا يبقى طول الضلع ده بحسبه على حسب الزاويه، خدت بال حضرتك؟ فهو مدي لك جدول في الكود يا بطل اهو، قال لك لو الزاويه بتاعتك من 60 ل 90 تاخد الكي ب 7 اللي انت تضربها في الاس يطلع الايه الافكتيف ثيكنس بتاع اللحام، او لو من 90 ل 100 او من 101 ل 100 مدي لك الفاكتور كي اللي هتضربه في الاس، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي تقدر تطلع بقى الافكتيف اريا ويلد عباره عن سمك اللحام الفعال اللي هو تي في الايه في ال او 7 اس لو الزاويه قائمه في ال، واخد بال حضرتك؟ طيب انت بتعمل شريط لحام طبعا في فورسز، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا الكونكشن بنشتغل في الكونكشن ويلدين اللي ان انا بلحم الممبرز المتقابله عند الجوينت بالقصه بليت عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل عمليه اتزان. فالفورسز دي وهي بتتنقل بتولد ستريسز. الكومبوننت ستريسز بتاعت الفليت ويلد عندي ثلاثه كومبوننتس، نورمال ستريس اللي هو الاف نورمال، نورمال ستريس العمود على الاكس بتاع اللحام، وفي شير ستريس برضه العمودي، وفي شير ستريس بارلل تو ذا ايه اكسس اوف ويلد او الونج ذا اكسس اوف ويلد. الثلاثه دول عباره بيسموهم الستريس كومبوننتس. طبعا ده نورمال ستريس وده شير ستريس، اقدر اجيب الايكوفالنت ستريس اهوت الجذر التربيعي للنورمال تربيع زائد 3 الهوريزونتال زائد 3 الشير ستريس العمودي والموازي كل تربيع. والكلام ده طبعا المفروض الرقم اللي يطلع من هنا اقل من الاولابل ستريس في الويلدد وتزوده 10%. الاولابل ستريس في الويلدد في جميع انواع الفليت ويلد او فور اول كاينز اوف فليت ويلدز، كل انواع الستريسز في الفليت ويلد الاولابل ستريس بيساوي 2/10 اف التمت، والاف التمت عندنا ستيل 37 تاخدها 3.7 او 3.6 طن على السنتي تربيع. الكود مدي لحضرتك بعض الايه الرولز، شوف في قواعد الكود مديها لك عشان وانت بتعمل الوصله بتاعت اللحام لازم تبقى تؤخذ في الاعتبار. هي القواعد دي، القواعد دي خاصه بالثيكنس بتاع اللحام او السايز بتاع الفليت ويلد سواء الماكسيما او المينيما، وبرضه خاص بالايه باللينس بتاع اللحام سواء الماكسيما او المينيما. شوف بقى الثيكنس كده الماكسيمم قال لك ما يزيدش نوت اكسيد ذا ثيكنس اوف سينر بليت تو بي ويلدد، يعني انت بتلحم بليتين، بليت واحد 10 والتاني 6، يبقى المفروض سمك اللحام ايه ما يزيدش عن الاقل تخنا فيه ما يزيدش عن 6، واخد بال حضرتك؟ اهو ده يا سيدي الماكسيمم سايز اوف فليت ويلد نوت اكسيد ذا ثيكنس اوف ثينر بليت تو بي ويلدد. طب المينيمم، المينيمم يا سيدي قال لك في المباني ما تقلش عن 4 مللي، وفي الكباري خدت بال حضرتك ما تقلش عن 6 مللي. يبقى خلصنا كده الايه السايز اوف فليت ويلد الثيكنس بتاعه. الماكسيمم لينس بتاع اللحام بيقول لك اقل او بيساوي من 70 اس، والمينيمم يا اما 4 السايز بتاع اللحام او 5 سم ايهما اكبر. يبقى عرفنا الماكسيمم لينس بتاع اللحام بيقول لك ما يزيدش اقل او بيساوي 70 اس، والمينيمم يا اما 4 تخنه اللحام يعني 4 اس او 5 سم ايهما اكبر. طب لو زاد بقى يا بطل، لو ال ال ماكسيمم بتاع اللحام زاد عن 70 اس قال لك نحسب الريدكشن فاكتور، واخد بال حضرتك؟ الريدكشن فاكتور اهو المعادله بتاعته، واخد بال حضرتك؟ المعادله بتاعته هيت
هتعوض في ال اللي هو طول اللحام الكبير، وهنا سمك اللحام بحيث الرقم يطلع اقل من ايه؟ اقل من واحد، وده اللي احنا بنضربه في ال اللي هو الاستريس مسموح في اللحام، بيخفض الاستريس بتاعه. في عندنا برضو استكمالا للقواعد والرولز اللي حاططها الكود في اللحام، اللي هو اللحام المتقطع الانترميتنت فيليت ويلد، يا اما لحام متقطع على التوالي هوت او استجرد. هنا بيحدد بقى عندي تو بليتس اهو، البليت الازرق اللي هو ده اهو المقطع بتاعه ده، وفي بليت اصفر اللي هو العمود عليه. طبعا بلحمه من الناحيه دي ومن الناحيه دي. البليت الازرق العرض بتاعه بي وتخانته تي، والبليت الاصفر العرض بتاعه بي واحد والتي واحد. عندي مسافتين لازم ابتدي على طول، طالما هعمل اللحام المتقطع ده يبقى اول مسافه على طول ابتدي التوبليتس اللحام الاول، ما اسيبش الحته الاولى فاضيه اهو، ال نوت من هنا سواء اذا كان متتالي او متقطع ال ال نوت، بعد كده ال ال واحد وال ال اتنين دي هنشوف الكود قال فيهم ايه. فال نوت قال لك باكبر او بيساوي 75% البي او 75% البي واحد ايهما اصغر، خلاص يبقى عرفنا ال ال نوت. تعالى ال ال واحد وال ال اتنين ده متوقفين المنبر بتاعك تنشن، يبقى ال ال واحد وال اتنين اقل او بيساوي من 16 تي او 16 تي واحد او 20 ايهما اصغر، يعني ال واحد وال اتنين اللي هما دهم دهمت واخد بال حضرتك بيكون اقل من 16 تي او 16 تي واحد، يعني 16 تي بتاع البليت الازرق او 16 تي واحد بتاع البليت الاصفر او 20 سنت ايهما اصغر. لو المنبر كومبريشن هتبقى ال واحد وال اتنين برضه اقل او بتساوي 12 تي برضه بتاع البليت اللي هو الازرق او 12 تي واحد بليت الاصفر او 20 سنت ايهما اصغر، واخد بال حضرتك. يبقى دي كل الملاحظات اللي اداها لك الكود خاصه ب عملية اللحام في الكونكشن. النوع التاني من اللحام اسمه البط ويلد، لحام القورة الرأس في الرأس. اهو انواع كتيرة جدا، الكود في صفحة حضرتك 75 مدي لك انواع للايه، انواع كتيرة جدا للحام القورة اهو، ادي بليت وادي بليت هيتلحموا وشهم في وش بعض، سكوير بط ده مربع اهو، او على شكل V او على شكل دبل V اهو، او على شكل J او دبل J او على شكل U او دبل U، انواع كتيرة جدا من انواع الايه البط ويلد الاشكال بتاعته. خلي بالك وانت بتلحم طبعا ممكن يحصل فول بنتريشن او بارشال بنتريشن اهو، ده اخترق بارشال بنتريشن اهو اهو كلف الماتيريال اللي هنا، او فول بنتريشن اخترق كل اللو الاستريس في البط ويلد خدت بال حضرتك موجود في الكود في صفحه 70 مدي لك اللو بالبقى في حاله الكومبريشن في حاله التنشن في حاله الشير. لو اللحام بتاعك جود ويلد او اكسلنت مدي لك اللو الاستريس زي ما انت شايف حضرتك كده في الايه في الجدول اللي قدام حضرتك. انما في الغالب معظم الكونكشن بتاعتنا هتبقى كلها ايه فيليت ويلد بتاعت التراسس، وهيقابلنا برضو البط ويلد برضو. يعني انت لما يكون عندك كاميرا طلع 20 متر وعاوز وما فيش المصنع ما بيطلعش الواح طلع 20 متر، يبقى تجيب لوح ولوح وتلحمهم في بعض اللي هي بالبط ويلد، بالبط ويلد تلحمهم في بعض بالبط ويلد، ممكن تلحمهم في بعض بالبط ويلد. انا عندي الكونكشن اهي، احط السيمبلز بتاع اللحام ازاي؟ ادي الابر كورد اهو، وادي الدياجونال، وادي الفيرتيكال ممبر. لو خدت مقطع هنا واحد واحد هيطلع لك الابر كورد عباره عن زاويتين باك تو باك وبينهم قصه بليت اهو. احط الاندكس طبعا ان هلحم الزاويه دي من الناحيه دي ومن الناحيه دي والزاويه دي من الناحيه دي ومن الناحيه دي. خلي بالك بقى عشان احط الاندكيشن بتاع اللحام، اللحام من الناحيتين حوالين القصت، يعني من القصت بليت شمال ويمين ولا من ناحيه واحده من القصت، احنا بنتكلم على من الناحيتين، يعني اللحام من الناحيه دي هنا في المنطقه دي من ناحيتين على يمين وشمال القصت بليت، يبقى شد سهم كده وخط افقي واعمل مثلث فوق ومثلث تحت واكتب تخانه اللحام وطول اللحام. طبعا لما اعمل مثلثين يا معناها اللحام من الناحيتين حولي القصت بليت، حولي القصت بليت. هنا نفس الكلام، اللحام برضو من ناحيتين اهو، من ناحيتين، يبقى شد سهم وخط افقي واعمل مثلث فوق ومثلث تحت واكتب هنا تخانه اللحام وطول اللحام. لو جينا المنبر زي ده الفيرتيكال اهو عباره عن انجل اهو، ادي القصت بليت اهو، وادي الوان انجل لحمتها من هنا ومن هنا. هنا بقى اللحام من ناحيتين حوالي القصت بليت، لا ده من ناحيه واحده، ما فيش لحام من ناحيه دي، ده هي زاويه واحده، يبقى شد سهم وخط افقي واعمل مثلث واحد من ناحيه واحده بس، مش مثلثين بقى زي ده، لان اللحام مش على جانبي القصت بليت، مش على جنب، من ناحيه واحده بس، واكتب تخانه اللحام وطول اللحام. ونفس الكلام هنا برضه، ما فيش لحام من الناحيه الثانيه، هنا في لحام من ناحيه واحده، اشد سهم واعمل هنا خط افقي وارسم مثلث من ناحيه واحده واكتب تخانه اللحام وطول اللحام. نفس الكلام بالنسبه للايه
للدياجونال ممبر برضه تعمل اهو. شوف واخد لك اندكيشن هنا مثلث واحد، يعني معناها اللحام من ناحيه واحده مقسط لان ده وان انجل، واللحام نفس الكلام هنا. يبقى ده الاندكيشن. طبعا انا ارسم لك هنا خط اللحام كانك بتعلم خط احمر بس ان هو ما بترسمش. يبقى ده السيمبولز بتاعه الايه اللحام. تعالى بقى يا بطل لخطوات التصميم في ويلدد كونكشن. خطوات التصميم في منتهى البساطه، الراجل مدي لك هنا ازاي الفورسز، مش انت بتقول الجسد بلاد شغلته بياخد الاف ديزاين من الممبر، بياخد الاف ديزاين من الممبر ويعمل لها عمليه اتزان زي ما اشتغلت في البولتد. سيجما اكس بساوي صفر، سيجما واي بساوي صفر. طيب حلو قوي، هنا بقى اللحام هيشتغل مكان البولتد بقى. اللحام برضه هياخد الاف ديزاين من الممبر ويوديها للجسد بلاد اهو. ادي الاف ديزاين اهيت، هتتنقل عن طريق اللحام الجنب ده وعن طريق اللحام من الجنب ده. فالجماعه بتوع الستيل اساسيتنا قالوا لك ايه، ان انا اعتبر ان الانجل دي كانها سيمبل بيم، صبرت على اللحام من الناحيه دي وصبرت على اللحام من الناحيه دي، والاف ديزاين اهي اهي. تعرف تطلع بقى الفورسز اللي هتتنقل عن طريق اللحام هنا والفورسز اللي هتتنقل عن طريق اللحام هنا اللي هي اف 1 واف 2. ادي الاف ديزاين اهي. طبعا الاف ديزاين ماشيه في السي جي على بعد مسافه ايه اللي هي الايه اللي موجوده في الجدول، في الجداول عند. يبقى المسافه اللي باقي هنا عباره عن الايه ناقص الايه. طيب اطلع اف 1 واف 2 ازاي؟ خد العزم عند اف 2، يبقى الاف ديزاين في الاي ناقص الاي بيساوي الاف 1 في الاي، يبقى الاف 1 بيساوي الاف ديزاين في الاي ناقص الاي على الاي اهي. طيب نجيب اف 2 يبقى خد العزم عند اف 1، يبقى الاف ديزاين في المسافه اي على الاي اهي. وعشان تتاكد ان شغلك صح تجمع اف 1 واف 2، لو لقيته بيساوي الاف ديزاين يبقى شغلك صح. يبقى اول خطوه بطلع الويلدد الويلد فورسز اللي هي اف 1 واف 2، اللي هي القوة اللي هتتنقل عن طريق اللحام اف 1 واف 2. الخطوة الثانية بطلع طول اللحام ال 1 وال 2. يا راجل لما يكون عندك القانون العام في عندك فرصة موجودة بتساوي ايه؟ بتساوي الاريا بتاع اللحام في اللي هو الاسترس في اللحام. الاريا بتاع اللحام طوله في سمكه اهو، طوله ال في سمكه 7/10 اس، وطبعا ضرب في 2 عشان اللحام منين؟ من ناحيتين، اللحام من ناحيتين ضرب في 2 في اللي هو الاسترس في اللحام اهو. بص هنا يا بطل بقى، عندك الاف موجود، اف 1 موجود اهي، والالو الاسترس موجود، يبقى عندي مجهولين الاس والال 1. افرض الاس اهو، بقول لك الاس المينيمم 4 يعني 4 وانت طالع، فناخد 4 مل بشرط ما يزيدش عن تخانه الجسد بليت او تخانه الانجل، يعني يوم ما تاخده ماكسيمم يساوي التخانه الاقل فيه. يعني لو قلنا الجسد بليت ب 10 والانجل سمكها 7، يبقى تخانه اللحام ما زادتش عن كام؟ عن 7 مل. واخد بال حضرتك؟ يبقى افرض تخانه اللحام واجيب ال 1. حلو قوي. ونفس الكلام الفرص اف 2 برضه اهو، مساحة اللحام في الطول ال 2 في الالاو الاسترس، برضه انا فرضت تخانة اللحام اس اللي هي 4/10 او 6/10، خدت بال حضرتك؟ اطلع طول اللحام ال 2، طلعت طول اللحام ال 1 وال 2، ده اسمه الثيوريتيكال لينث بتاع اللحام. اجيب الافكتيف لينث بيساوي ال 1 اضيف لها 2 التخانة اس، وال 2 بيساوي ال 2 اللي انا جبتها من القانون بتاع اف 2 واضيف عليهم 2 اس، يبقى انا طلعت طول اللحام الفعال 1 وطول اللحام الفعال 2. طب افرض واحد يقول لي طب افرض المنبر بتاعي مش هو 2 انجل، ده 1 انجل. طب وماله يا سيدي 1 انجل اهو، لو المنبر بتاعك 1 انجل ادي الاف ديزاين. اطلع برضو نمره 1 الخطوه اللي طلعها الكلام اصبح محفوظ وسهل خالص. اطلع الويلد فورسز اللي هي اف 1 واف 2، الاف ديزاين اهي على بعد مسافه ايه من التخانه، من الناحيه اللي فيها التخانه، يبقى هنا ايه ناقص الايه؟ اخد العزوم عند اف 2 اطلع اف 1، اخد العزوم عند اف 1 اطلع اف 2، خلاص. بعد كده اطلع اطوال اللحام، اطوال اللحام عشان اجيب ال 1، يبقى الاف الفرص اف 1 اللي هي هتطلع منها ال 1 بتساوي المساحه بتاعت اللحام في الاجهاد المسموح. خلي بالك هنا بقى مساحه اللحام هنا ما اتضربتش في 2 لان اللحام من ناحيه واحده، مش من هنا ومن هنا، من ناحيه واحده، فما ضربش دي في 2 اهو زي ما عمل في التو انجل. خلاص في الالو والاسترس. طبعا هفترض تخانه اللحام اللي هو الاس واجيب الايه؟ ال 1. نفس الكلام تكرره الاف 2، هطلع برضو ال 2، يبقى عند ال 1 وال 2 الثيوريتيكال اللي طالعين من اف 1 واف 2، اضيف لكل واحده فيهم 2 اس اهوت، اطلع ال افكتيف 1 وال افكتيف 2. يبقى انت كده اصبحت جاهز يا بطل لايه؟ انك تاخد مثال محلول على الكونكشن ايه اللي انت صممتها بولتد، هنصممها ايه؟ ويلدد. هنصممها ويلدد اهو. بيجي لك السؤال كده بالظبط، ديزاين اند درو سكيل 1 ل 10 ذا كونكشن اي اند بي شون ان ذا فيجر يوزنج فيلت ويلد. الجسد بليت مدي لك سمكه 10 والويلد سايز قال لك خده 6 واستعمل 37، ما فيش اي مشكله خالص اهو. مدي لك الكونكشن، طبعا هو ده عاوزك تصمم الكونكشن مش تصمم الممبر. مدي لك الممبر اهو، الممبر ده قال لك 2 انجل 80 في 8 والاف ديزاين 12 طن، والممبر ده
واخد بال حضرتك الفرزان 15 و2 انجل 80 في 8 والمنبر ده انجل 70 والافرزان 3 والمنبر ده انجل 70 والافرزان 2 والفيرتيكال منبر 1 انجل 60 والافرزان بصفر. هنمسك واحد واحد، نمسك المنبر يو واحد، الافرزان بكام؟ ب 15 اهو يو واحد، افرزان ب 15 اهو المنبر اهو، والافرزان في ب 15، تعرف تطلع اف واحد واف اثنين اهو، اف واحد في الاي ناقص الاي ناقص الاي، الاي اللي هي ب 80 زاويه 80 يبقى دي ب 8 ناقص الاي، الاي اللي هي 2 26 تجيبها من الجدول على الاي اللي هي 8، والافرزان اطلع اف واحد، تاخد العزوم عند اف اثنين تطلع اف واحد، تاخد العزوم عند اف واحد تطلع اف اثنين اهو. وتجمع الاثنين دول على بعض اللي هو ال 10 76 زائد 4 24 لازم يطلعوا الافرزان اللي هي ال 15. هنطلع ال 1 اجيب اف 1 بيساوي القانون بتاعها اهو اللي هو المساحه في الايجاد المسموح به وضرب في 2 عشان اللحام من ايه؟ اللحام من ناحيتين، اللحام من ناحيتين اهو، اللحام من ناحيتين اهو، واخد بال حضرتك؟ يبقى انا افرض الاس، افرض الاس واطلع ال 1، فرض الاس هو اهو حضرتك اهوت وطلع ال1 ونفس الكلام اف2 افرض برضه الاس واطلع ال2، طلعت ال1 وال2 من المعادلتين دول اضيف لكل واحده فيهم 2 اس يديني الافكتيف لينس ال1 والافكتيف لينس ال2، واخد بال حضرتك؟ اهو ضيف اهو، خلي بالك بقى الرقم يطلع مثلا رقم طلع زي ده 18 51 ما اكتبش كده بقى، يبقى 19 على طول تمام. طلع هنا برضو لما تجمع دول حظك طلع هنا 8، خلاص طلع رقم صحيح، يعني تحط ارقام صحيحه، يعني ما تقولش 18 و7 من 10 يبقى 19، ما تقولش 18 و2 من 10 يبقى 18 ونص كده، يعني نفس الكلام اللي عملته مع المنبر يو 1 تعمله مع المنبر يو 2 او المنبر يو 2 اهو. ادي الاف ديزاين، تعرف تطلع اف 1 واف 2، خد العزوم عند اف 2 طلع اف 1، خد العزوم عند اف 1 طلع اف 2 اهو. خلاص اطلع اللينسز بتاعت اللحام اهو، اللينس بتاع اللحام سهله خالص اهو، ان الفورس بيساوي الاريا بتاع اللحام في اللو والستريس. هنا برضو المنبر ده 2 انجل باك تو باك، يبقى الاثنين عشان 2 انجل، وادي الاريا بتاع اللحام اللي هو السمك في الطول، وادي الايجاد المسموح به. افرض الاس اهو، اطبق بقى اف 1 بيساوي كام؟ حسبتها هي 861، واخد بال حضرتك؟ الاف 1 بتساوي ادي مساحه اللحام في اللو والستريس اللي هو 2 من 10 اف التيميت موجود، افرض الاس اطلع ال 1، ونفس الكلام تطبق لاف 2 اطلع ال 2، حسبت ال 1 وال 2 اللي هم الثيوريتيكال من اف 1 واف 2 اضيف لكل واحده فيهم 2 اس اطلع ال 1 افكتيف والال 2 افكتيف، ده اليو 2 يبقى انا خلصت يو 1 ويو 2. نفس الكلام تكرره بالنسبه لمين؟ للدياجونال ممبر، برضه ايه المشكله يعني؟ بس خلي بالك الدياجونال ممبر هنا 1 انجل، برضه طلع اف 1 واف 2 بالطريقه اللي انا عارفها بالظبط، اخد العزوم عند اف 1 اطلع اف 2، اخد العزوم عند اف 2 اطلع اف 1، اجيب اف 1 المعادله بتاعتك ايه الفرق بيني وبين اليو 1 واليو 2؟ ان كان ضارب هنا الايه؟ الاريا في 2، لان كان اللحام من ناحيتين زاويتين، انما دي زاويه واحده ما يتضربش الايه؟ ما يتضربش في 2. هتفرض برضو الاس وتروح مطلع ال 1 ونفس الكلام تطبق المعادله بتاعت اف 2 تطلع ال 2 تضيف لكل واحده فيهم 2 اس يدي لك ال 1 افكتيف، طلع 8 15 ما تكتبش بقى 8 15 يبقى 8 ونص، طلع 3 و9 من 10، طبعا 3 و9 من 10 دي اقل من المينيموم، خلي بالك المينيموم 5 سم او 4 تخنه اللحام ايهما اكبر؟ فهنا طبعا دي اقل من 5 فخد ال مينيموم ايه 5، ده كلام كويس. طيب والدياجونال الاثنين نفس الفكره بالظبط، برضه اطلع الويلد فورسز اف 1 واف 2 واطلع اطوال اللحام ال 1 وال 2 اهو بنفس الاسلوب ما فيش اي تغيير، وبرضه هنا طلع برضه ال 2 طلع بكام؟ طلع ب 3، طبعا ما ينفعش يبقى اخده المينيموم اللي مينيموم 5. الفيرتيكال منبر بقى يا بطل، هنا ملاحظه بقى، هنا الاف ديزاين فيه بصفر، يبقى اف 1 واف 2 بصفر، يبقى لا تبقى مش هلحمه بقى، لا لازم الحمه طبعا، هطلع ال 1 افكتيف 4 تخنت اللحام او 5 سم ايهما اكبر؟ اهو فخد 5 سم و5 سم. خلاص انت كده ايه؟ حسبت كل اطوال اللحام والتخانات بتاعته عرفته، هرسم بقى الكونكشن بسكيل 1 ل 10 زي ما رسمت هناك في البلط بالظبط، السنتر لاين الاول وبعدين ارسم الكورتس اهمت وقربهم من بعض، قلت لك يتقربوا من بعض بحيث الخطين دول جنب بعض تماما ما فيش بينهم ملي جنب بعض، بس تبص تلقى تعرف ان خطين جنب بعض، واروح رسم الدياجونال ممبر واخلي هنا تقريبا 3 4 ملي على حسب سمك اللحام اللي انا هلحمه تحت هنا، واقرب ده برضه واقرب ده، وخلي بالك هنا ممكن اشطف منين زي ما قلت لك في البولت هناك وانا برسم الكونكشن هناك، اشطف من الناحيه اللي ما فيش فيها التخانه، يعني ما ينفعش تشطف من الناحيه دي عشان التخانه هنا، اشطف من الناحيه الثانيه اللي ما فيش فيها تخانه، وابتدي بقى يا بطل احط بقى هنا فين الـ فين الـ فين الـ فين الكورد اللي فيه اكبر طول من اللحام اهو، ده اللي واحد ب 19، اروح شدت قط كده و 19 طبعا سنتي لما ارسمها بسكيل 1 ل 10 يعني سنتي و9 ايه و9 ملي اهو، يبقى ده سنتي و9 ملي، وده نفس الكلام برضه سنتي ونص سنتي و يعني 15 ملي ونص اهو، ارسم 15 ملي ونص، اروح مشكل شكل الجسد بليت،
واجي هنا بقى، هنا تخانه اللحم كام؟ 8 اهو، 8 تقيس ديت وهتحط ال 8 مللي. وهنا نفس الكلام طبعا، دول مينيمم بقى لان الفيرتيكال ميبر كانت فورس في بصفر، المينيمم 5 سم بتاع اللحام و5 سم بتاع اللحام، واخد بال حضرتك؟ وده اللحام من ناحيه، حط كل الانديكيشن بتاع اللحام اهو، سام وخط افقي. طبعا لما ابص اشوف المثلثين دول معناها انك لحم من الايه؟ من الناحيتين. بس خلي بالك، بص هنا بقى يا بطل، هنا لو طلعت جاست بليت الاصفر، جاست بليت ماشي اهو 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 اللي هو الاصفر ده، عشان احيانا بسال الطلبه بقول له مشي ايدك على الجاست بليت كده، الجاست بليت ماشي اهو 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 اهو، ده لوح كده. هنا ما طلعش الجاست بليت لفوق، لان لو طلعه لفوق هيحش في المداد اللي موجود هنا اللي انا بحطه عليه الصاج المعرج اللي هو التغطيه. فلو طلعت فوق فراح منزل الجاست بليت لتحت شويه اللي هو الاصفر ده، وراح لحم هنا. اللحام اللي هنا بقى مدفون، اسمه امبيدد ويلد. اسمه ايه؟ امبيدد ويلد، يعني لحام مدفون يعني او غاطس. ونفس الكلام هنا، خدت بال حضرتك؟ واكتب عليه، شوف بكتب كل البيانات ازاي، كاتب القطاع واللحام، كاتب هنا اطوال اللحام وسمك اللحام، طول اللحام وسمك اللحام، طول اللحام وسمك اللحام، كل البيانات والقطاعات، كل قطاع قصاد المنبر بتاعه. الكلام ده طبعا انا قلته فين؟ في البولتد كونكشن. كل قطاع قصاده ايه؟ قصاد المنبر بتاعه، كل قطاع قصاد المنبر، التخانه قصاد التخانه، التخانه قصاد التخانه، واخر المنبر اهو اهو، التخانه قصاد التخانه. المهم، واكتب كل البيانات على الرسم، كل البيانات تتكتب على الرسم، مفيش اهو اليو 1 اف ديزاين، اليو 2 اف ديزاين، الدي 1 اف ديزاين، الدي 2 اف ديزاين، الفيرتيكال ممبر الانجل والاف ديزاين بصفر، واخد بال حضرتك؟ واكتب هنا ديتيل اوف كونكشن ايه. كده يبقى انت خلصت المثال المحلول ده. لو خدت الكونكشن الثانيه دي نفس الاسلوب ونفس الاجراء بالظبط، هتمسك ممبر ممبر، الابر كورد اليو 1 ها، تعرف تطلع لي الايه؟ الويلد فورسز اف 1 واف 2، مش مشكله اف 1 تاخد لازم عند اف 2 الاف ديزاين في الانص ليه اهو، والاف 2 تاخد لازم عند اف 1. طلعت اف 1 واف 2، طبق القانون بتاع اف 1، طبعا ده 2 انجل 70، يبقى الاف 1 بيساوي الايه؟ الاريا بتاع اللحام تضرب في 2 عشان عنده زاويه. اعرفها قاعده كده بقى، لما يكون الممبر عندك 2 انجل يبقى ما تجيب الاريا بتاع اللحام اللي هو 7 من 10 اس في ال، اروح اضربها في 2، لو زاويه واحده يبقى الاثنين دي مش موجوده. في الالو والاستريس قدام حضرتك وهتفرض تخانه اللحام، تروح مطلع من المعادله دي ال 1. ونفس الكلام لإف 2 برضو، هتروح برضو نفس الكلام اهو، برضو 2 في الاريا بتاع اللحام في الاجهاد المسموح به، افرض تخانه اللحام اجيب ال 2، يبقى جبت ال 1 وال 2 من المعادلات، اضيف لكل واحده فيهم 2 اس، اطلع ال 1 افكتيف وال 2 افكتيف. عملت الكلام ده للفيرتيكال ممبر، هتعمل الكلام ده برضو اللي قصدي للابر كورد ممبر يو 1، هتكرر الكلام ده للفيرتيكال ممبر بنفس الاسلوب، برضو اجيب اف 1 واف 2 واجيب ال 1 وال 2 افكتيف. ونفس الكلام بالنسبه للدياجون، يعني هتكرر الكلام ده ثلاث مرات او ثلاث مرات كرره. تعالى بقى ارسم الايه؟ الكونكشن. خلي بالك بقى الكونكشن دي خطيره جدا، لانني دايما كنت اجيبها في الامتحان. هنا لما اجي ارسم بقى برسم السنتر لاين، اجي بقى بعد ما ارسم السنتر زي ما انا قلت لك اروح ارسم الكورد اهو، راح ارسم الكورد ومشالي الاخر. في بقى الطلبة اشوفهم ايه يرسم ده وراح جاب الفيرتيكال ممبر مطلعه هو لفوق. يا راجل، لما تحط الفيرتيكال ممبر القطاع بتاعه كده وتطلعه لفوق، تعرف تحط المداد هنا؟ تعرف يتحط ازاي؟ انما تقدر تحط المداد على السطح الفلات ده، يبقى لازم الكورد ده هو الابر كورد ده هو اللي يمشي للاخر، وده يطلع لما يقابله يقف. دي النقطة الخطيرة جدا بشوفها لما بجيب المسألة دي في الامتحان وجبتها كتير، ان دايما يروح رسم ده بيطلع ده لفوق وموقف ده قدامه، ده اللي يطلع، لا ده الكورد، الكورد ابر كورد هو اللي يمشي للاخر، والفيرتيكال ممبر يطلع لما يقابله يقف، والدياجونال ممبر. هنا تحو تخانة اللحام هنا 13 يعني سنت 3 من 10، وتخانة اللحام هنا 15 ونص اهو، اخده واروح مشكل الجاست بليت واحط هنا الايه؟ طب كل البيان، شوف ما اقعدش بقى ارسم خطوط بقى اقول لك يعني اروح متقل على الخط اللي هنا واعمل خطين كده، لا انا بشد سهم وخط افق اللحام من ناحيتين اهو، وبرده اللحام ده امبيدد ويلد برده، ما اقدرش اطلع الجاست بليت لفوق عشان ما يخبطش في الايه؟ في المداد اللي موجود هنا اللي انا بحط عليه ماده التغطيه. والقطاعات كلها بتترسم اهو زي ما انت شايف حضرتك، القطاعات كلها ايه؟ بتترسم، القطاعات كلها بتترسم. ماشي يا بطل؟ كده يبقى احنا انهينا محاضره الويلدد كونكشن. كده هنتوقف.